هذا العيد هذا العيد والعيد اللي يجي وكل عيد على احباب اللي يعزينا يهنينا. ها اجا راشد الخرشي والنقدر مطير لكن من شده الهوى واثار الضوء على وجه الحسين اقول كلام رخص المولات رقيه. رقيه ما قالت من هذا قالت ما هذا يعني ما اعرف شنو الموضوع. اسمعوا شنو صح اسمعوا شنو صح. يقول لما جاءوا براس الحسين رقيه تنظر تباول جوعانه ثلاث ايام وحق هذا منبر الحسين شيخ شلونك الله يرحم اسلامنا وابونا ومعلمنا هذه الكلمه ابو سعدامك شحاله وحق هذا منبر الحسين كنت اقرا قبل اذان الظهر اليوم تاج الراس موجودين خدام رقيه انا قلت رقيه ثلاث ايام ما ماكله ابو طفله اربع سنوات اجت جابت مسكله قالت انطي يا بعد في جوعانه اقول بسفرتكم ماكو طعام الى رقيه طفله والله طفله اخذتها من ايدها بس حاير شجاوها لقيتها هذا قبورها يا خوف تقول لي شلون اجت ورقص الحسين بحجرها ثم بعد يومين ان شاء الله رايحين ها تخلصون زياره ترحون مو اذا وصلت الحسين راح يسالكم شلون هبلت رقيه لذلك يقولون من اجت زينب انا ما اقرا مقتل من اجت زينب ما انتظرت تنوخون النابع لا لا زينب بكبرها بعظمتها القت بنفسها منو بيجن عمرها 56 توقع على وجهها يقولون من وقعت زينب ما تلقى تلقاها بايديها عجيب ليش؟ قالوا يمكن تواسي العباس لان وقعت لا يشوف لا عندها امر اخر كانت تخبئ تحت عباءتها شيء ثمين الا وهو راس الحسين بس ها خلوا في بالكم راس الحسين بتغير الملامح زينب نزلت من المنصه ودنقت بالقاع قاعد تنتقم مآلف عم ما تسمعين قالت التقم اسنان الحسين كسرها يزيد اعتذر مولاتي رقيه الحضر هو اعتذر اعتذر من ايش مولاتي كسروا اسنان الحسين قدام زينب شلون منظر هذا؟ شلون راح تعرف ابوها رقية مولانا؟ سنونه مكسرة، جبهته مضروبة. منظر ها؟ تتخيل رقية تسمع هالكلام اليوم؟ 1400 سنة بعد تمشي على البر. لذلك زينب قالت وانا اقول زينب كتاب ناسح الدوالي. زينب تقول اعظم مصائب الدنيا بعد مصيبة اخي الحسين يا العباس علي الاكبر لا 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 قالت اعظم مصائب الدنيا بعد مصيبه اخي الحسين مصيبه رقيه لا ابو لا ام زينب تقول عالمه غير معلمه من بعيد زينب ما وعد قالت اشم رائحه كربلاء منو بيكم يقول الرقيه ان شاء الله ما انساك ارجع السنه الجايه اللي يقول لرقيه انا جاي السنه الجايه الشديده خلى بابا مركز زينب بالحاضرات حين بتجي لها شو المنظر هذا؟ زينب من بعيد صاحت وصلناكم يا ابو فاضل ولا جئتوا تنزلونا وصلناكم يا ابو فاضل ولا جئتوا تنزلونا حسين اعذروني تراهم كسروا سنونه كسروا سنون الحسين يلا خل نقرا الاذى كل احنا وما شفت ما ترى لحد وشاف شلون اخليكم تصيحون
اقسم عليكم بالسيده رقيه ولا رجل يجاوب بس النساء وي زينب شفت الباجر لحد وشافها هاي امك هاي اختك هاي زوجتك هاي بنتك اذا صوتها تقول عوره زينب وياها صاحت هاي بنتك اللي تصيح هاي اختك اللي الحسين يسلم عليك لا مو ادري 14
سنة هذه الأكوة الأربعة عشر معصوم بس إلها بداحة أبوك الحسين وشوف رقية السنة الجاية جيب بنيتك وتعال تشكر منها قليل من الكل نساء ورجال وقوفها وقوف كل إحنا وقوف تاج الراس يا عم الحسين من عيوني أنتم الخدام وإحنا خدام كل الحسين شيلوا يديكم بيجي كل الوجه وين يمكننا يطلع إلى القبلة